من بعد يقول بليك المدرب عنده علم. قالش هكذا ما تغلطش. بالك 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 انا نقول بالك. قال يخرج محرز. لازم يخرج محرز. قال لازم هو ولا مدرب. هذه الحاجه الاولى. من بعد يقول المدرب عنده راي خير مني. ما دام انت مقتنع انه المدرب عنده راي خير منك، كيفاش انت تلحق وانت كصحفي وراك تعمل يعني كما نقولوا في قناه اللي شويه مطوره، يعني راك تشوف بليك اليوم المحلل الصحفي الرياضي ما عندوش حق يكريتيكي لونترينور اللي زيد، ما تقدرش تتكهن وتقول انت على اللاعبين على كيفاش بلا تخرج ودخل كي يلعب.